بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحبه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون ورحمة الله وبركاته. في كل عام نلتقي في هذا الموسم كمسلمين منفتحين على إشراقة الإسلام في خط أهل البيت عليهم السلام، وعندما نتحدث عن أهل البيت سلام الله عليهم فإننا نتحدث عن رسول الله، لا لأنه جدهم ولكن لأنهم كانوا صورة عنه. إن عليا عليه السلام لم تكن قيمته أنه ابن عم رسول الله، فلرسول الله أبناء عم كثيرون، ولم تكن قيمته أنه صهر رسول الله، فلرسول الله عدة أصهار، إذا كانت بناته بناته كما يقولون. كانت قيمة علي عليه السلام أنه استطاع من خلال تربية رسول الله له منذ أن كان طفلا، أصغر منكم أيها الأطفال الذين تلتقون هناك، تعرف علي برسول الله في وحي التربية وعمره سنتان أو 3 سنين، وكان رسول الله يتعهده بالوعي ويتعهده بالروحية التي يعطيه فيها من روحه روحا، وكان يخرج معه عندما يخرج إلى غار حراء ليعلمه أن يتأمل كما يتأمل، وأن يعيش أجواء الصمت مع كل الكون الذي حوله، صمت الفكر وصمت التأمل، حتى أن علي عليه السلام قال عن تلك الفترة أنه كان يضمه إلى صدره وكان يشم وهو يحتضنه عرف رائحته، وكان يلقي إليه في كل يوم علما ووعيا، ولقد سمع رنة الوحي عندما أقبل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: يا علي، إنك تسمع كما أسمع ولكنك لا ترى كما أرى. وهكذا صاغ رسول الله صلى الله عليه وآله
شخصية علي على صورته، وعندما جاء القرآن صاغ شخصية علي على صورة القرآن، وكان يجلس إليه في الليل ليحدثه عن أية آية نزلت وعن أية قضية عرضت، كانا يتناجيان في الليل حتى كان يشغل رسول الله عن أهل بيته. وكانت نساء النبي صلى الله عليه وآله فيما يقال يشعرن بالغيرة من علي عليه السلام. وهذا هو الذي عشناه في كل حياة علي مع رسول الله، حتى عندما صاهره على ابنته فاطمة عليها السلام، كان بيت علي هو بيته المفضل، فكان يخرج من بيت علي إلى أسفاره، وكان يرجع أولا إلى بيت علي من أسفاره، وكان يعيش الاستقرار والطمأنينة مع علي ومع ابنته الزهراء عليه السلام. ومن هنا عندما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا مدينة العلم وعلي بابها، لم يكن النبي صلى الله عليه وآله يتحدث عن كرامة لعلي فيما يكرم به الناس من الألقاب، ناس من الألقاب، ولكن كان يتحدث عن واقع، لأنه يعرف أن كل ما عنده من العلم فهو عند علي عليه السلام. ولهذا عبر القرآن عن علي أنه نفس رسول الله، وذلك في آية المباهلة: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الظالمين. في المباهلة مع نصارى نجران ماذا قدم رسول الله؟ قدم الحسن والحسين وفاطمة، الحسن والحسين أبناؤنا وأبناؤكم، فاطمة تمثل النموذج بالنسبة للنساء، أنفسنا وأنفسكم تمثل علي عليه السلام. لذلك عظمة علي عليه السلام فيما كان يتحدث به عن نفسه، عظمة علي أنه كان تلميذ رسول الله، وكان الإنسان الذي رباه رسول الله بشكل مباشر. ومن هنا كان الإسلام كله في عقل علي وفي قلب علي وفي كل حياة علي، لأنه لم يعرف غير جو الإسلام قبل أن يبعث الله رسوله بالإسلام، ولم يعرف غير الإسلام وغير عبادة الله الواحد بعد أن بعث الله رسوله به. إنكم تسمعون كثيرا من المسلمين يقولون عن علي كرم الله وجهه، أتعرفون ما معنى هذا التعبير؟
معناه أن الله كرم وجه علي عن السجود للصنم، لأن كل المسلمين الذين دخلوا في الإسلام آنذاك كانوا قد سجدوا للأصنام قبل دخولهم للإسلام، كانوا مشركين ثم تحولوا إلى الإسلام عندما هداهم الله للإسلام، ولكن عليا وحده هو الذي لم يسجد لصنم منذ خلقه الله. بالكعبة ولد، وفي حضن رسول الله تربى، وانفتح على الإسلام من خلال روح التوحيد الإلهي الذي عاشه مع رسول الله. لذلك كان علي كله إسلاما، كان إسلاما كله، لأنه لم ينفتح على غير الإسلام في كل حياته. ومن هنا كان علي عليه السلام الإنسان المؤهل لأن يكون وحده القائد للمسلمين والإمام للإسلام، لأنه كان التجسيد الحي للإسلام علما وزهدا وجهادا. وعندما انطلق أهل البيت عليهم السلام انطلقوا في خط علي، فالحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، والحسن والحسين تربيا في حضن رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم تربيا في رعاية علي عليه السلام، فكانا صورة عنه. وهكذا انطلق أهل البيت الواحد تلو الآخر، انطلقوا على أساس أنهم يجسدون كل طهارة الإسلام وكل صفائه وكل نقائه، وكانوا لا يريدون للناس أن يحبوهم كما يحب الناس بعضهم بعضا، حبا شخصيا، حبا عاطفيا، حبا ذاتيا، ولكنهم أرادوا للناس أن يحبوهم حبا إسلاميا، حب الخط وحب النهج وحب الأهداف الكبرى التي تنطلق فيها. من هنا أيها الأحبة، إننا في كل موسم من مواسم عاشوراء لا بد لنا من أن نعيش هذه التعبئة الروحية الفكرية الجهادية من خلال أهل البيت عليهم السلام، أن نكون من شيعة أهل البيت، أن نكون الصورة عنهم كما كانوا هم الصورة عن رسول الله، أن تكون أخلاقنا أخلاق القرآن كما كانت أخلاقهم أخلاق القرآن، وكما كانت أخلاق رسول الله أخلاق القرآن. أن يكون الإنسان منا إنسانا ينظر دائما في القرآن تماما كما ينظر في المرآة. ألا ننظر في كل يوم
في المرآة لنتعرف ملامحنا، هل هي ملامح متعبة أو مرتاحة؟ هل هناك وسخ أو شيء يعيبنا عندما نخرج إلى الناس بوجوهنا وبثيابنا؟ ألسنا نفعل ذلك؟ القرآن مرآة الداخل، مرآة عقولنا، أن تكون عقولنا صورة للفكر القرآني، مرآة قلوبنا، أن تكون قلوبنا صورة للعاطفة التي أرادها الله لنا في القرآن، مرآة حياتنا، أن تكون حياتنا هي حياة القرآن التي أراد الله للناس أن يعيشوها. أيها الأحبة، ربما كانت مشكلتنا كمسلمين فيما هو الأفق الإسلامي الرحب، أو كشيعة فيما هي الساحة المفتوحة على كل تعاليم أهل البيت عليهم السلام في خط القرآن، ربما كانت مشكلتنا أننا سرنا كما سار الناس من قبلنا، الناس المتخلفون، بحيث أنهم استغرقوا في عظمائهم فأصبحوا يحبون عظماءهم حبا عاطفيا، ولكنهم لا يتبعونهم اتباعا عمليا. والإمام علي عليه السلام، وقبل الإمام علي، قال الله لنا كيف نتعامل مع رسول الله صلى الله عليه وآله. كلنا نحب رسول الله، ولذلك فنحن نصلي عليه كلما ذكر، كلنا نحبه، ولكن كيف نحبه؟ هل نحب لون عينيه؟ هل نحب ملامح وجهه؟ هل نحب جمال رسول الله؟ كما يقول شاعر: بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، هل قصتنا هي ما هو مستوى رسول الله في الجمال؟ ليست المسألة كذلك. الله ربطنا بالنبي صلى الله عليه وآله في نقطتين. النقطة الأولى: ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أن نأتمر بأوامره وأن ننتهي عن نواهيه. النقطة الثانية: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، تطلعوا إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله واقتدوا بها، تأسوا بها، اعملوا كما كان يعمل، انفتحوا على الناس كما كان ينفتح، لتكن قلوبكم رقيقة محبة للناس كما كان قلبه رقيقا محبا للناس، لتكن ألسنتكم رقيقة عندما تخاطبون الناس كما كان لسانه رقيقا طيبا عندما يخاطب الناس، ليكن لكل واحد منكم الخلق العظيم كما كان له الخلق العظيم، لتكن لديكم الرأفة والرحمة
بالمؤمنين كما كان رؤوفا ورحيما بالمؤمنين، لتكن لكم الروحية التي تتألمون فيها لآلام المؤمنين كما كان كذلك. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه كل ما تواجهونه من مشقات، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. كونوا كما كان لتكن حياتكم صورة لحياته، لأن الله بعثه رسولا بالكلمة وبعثه رسولا بالعمل، وأنتم لابد أن تأخذوا رسالته من كلماته، ولابد أن تأخذوا رسالته من عمله أيضا. فإذا انتقلنا إلى علي عليه السلام، كل يقول علي إمامي، إمام المتقين، إمام المسلمين، إمام المؤمنين. وعندما ينزل كل إنسان في قبره يسمع في التلقين علي بن أبي طالب إمامي، ولكن ما هو مظهر إمامته فينا؟ هل أن مظهر إمامته فينا هي أن نعيش العنفوان عندما يتحدث لنا عن شجاعته وبطولته؟ هو يحدد لنا تعاملنا مع إمامته، كيف يتعامل المأموم مع الإمام. إنكم تعرفون صلاة الجماعة، تصلون صلاة الجماعة، إذا كبر الإمام كبرتم، وإذا ركع ركعتم، وإذا سجد سجدتم، وإذا قعد قعدتم، وإذا قام قمتم. أليست هذه هي صلاة الجماعة؟ إمام ومأموم. ويسأل بعضكم في بعض الحالات عن بعضي، لقد رفعت رأسي من السجود قبل أن يرفعه الإمام، لقد رفعت رأسي من الركوع قبل أن يرفعه الإمام، هل صلاتي باطلة؟ هل صلاتي صحيحة؟ لماذا تحاول أن تشك بأن صلاتك صحيحة أو أن صلاتك باطلة عندما تتقدم الإمام في عمل أو تتأخر عن الإمام في عمل؟ لأنك تعرف أن طبيعة الإمامة هي الاتباع، أن لا تسبقه في عمل وأن لا تتأخر عنه في عمل. المتقدم لهم زاهق والمتأخر عنهم مارق، لا يمكن أن تتقدمهم ولا يمكن أن تتأخر عنهم، بل أن تسير معهم، أن تنفصل عنهم، لا يمكن أن تنفصل عنهم في هذا المجال. لذلك الإمام كيف يقول في نهج البلاغة؟ كيف يكون فهمنا لإمامة علي عليه السلام؟ ألا وإن لكل مأموم، لاحظوا كيف يحدد الإمامة، كيف يحدد الولاية، ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به في أخلاقه وفي أعماله وفي تعاليمه ويستضيء بنور علمه. فالمفروض للمأموم أمام الإمام الذي يمثل القيادة الإسلامية الواسعة، المفروض هو أن يقتدي به في حياته، فلا ينفصل عنه في كل قول ولا في كل عمل، وأن يستفيد من علمه، أن يقرأ أفكاره، أن يقرأ نظرياته، أن يتعلمها، أن يعيها.
يعني عندما يكون أمير المؤمنين إمامنا فإن علينا أن نستضيء بفكر أمير المؤمنين، أن نقرأ فكره في نهج بلاغته، وأن نعي تجربته في الحياة، وأن نقتدي بكل سيرته في الحياة، وأن نستضيء بنور علمه. ألا وإن لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك. أنا لا أكلفكم أن تعيشوا كما أعيش، لأن ما أعيشه من الحالة الصعبة في أكلي وفي لباسي هي في موقع القيادة، ولكن أعينوني بورع يعني عن الحرام، واجتهاد في طاعة الله، وعفة عن كل ما حرم الله، وسداد في الرأي. كونوا الورعين أمام الحرام، كونوا المجتهدين في الطاعة، كونوا الأعفاء عن المال الحرام وعن الشهوة الحرام وعن الحكم الحرام وعن اللهو الحرام، كونوا الذين يملكون السداد في الرأي والسداد في القول. علي يقول: أنا إمام هؤلاء، إمام الأعفاء، إمام الورعين، إمام المجتهدين في خط الطاعة، إمام الذين يملكون الصواب في القول وفي العمل، لا إمام المتخلفين الجاهلين الفاسقين. لأن القضية هي أن الإمامة والمأمومية عملية تفاعل بين الإمام والمأموم. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهكذا قصة إمامة الحسن والحسين، وقصة إمامة الأئمة التسعة من ذرية الحسين، وقصة إمامة إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الذي هو إمام العصر، هي أن نستشعر في حياتنا معنى تعاليمهم ومضمون أفكارهم، وأن نتحرك لنكون جمهورهم لا جمهورهم العائلي. أيها الناس، نحن لسنا جماعة بني هاشم، نحن جماعة الإسلام. بعض الناس يحاولون، هناك جماعة فريق بني أمية وجماعة فريق بني هاشم، ولهذا هم نلاحظ بعض الناس يندفعوا مع كل من انتسب إلى بني هاشم، وهناك من الملوك الذين انتسبوا إلى أمريكا أكثر مما انتسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المغرب وفي المشرق، والناس تتعامل معهم تعاملا عاطفيا. هذا الملك ملك ينتسب إلى رسول الله، وذلك الملك ينتسب إلى بني هاشم، فلينتسب إلى بني هاشم ولينتسب لينتسب، لن يكون أفضل من أبي لهب. تبت يدا أبي لهب وتب. سلمان منا أهل البيت، كانت مودة سلمان لهم رحما، ولم يكن بين نوح وابنه رحم. لهذا القضية لسنا جماعة بني هاشم، نحن مع بني هاشم الذين
ساروا في خط رسول الله صلى الله عليه وآله فالتزموه من خلال فكره لا من خلال نسبهم. هذه المسألة. وعند ذلك يلتقي بابن هاشم بكل الناس. من خلال ذلك أيها الأحبة، نحن نريد أن نتعبأ تعبئة روحية وتعبئة فكرية وتعبئة جهادية في هذا الموسم. نجدد التزامنا بأهل البيت الذي هو التزام بالخط الأصيل للإسلام. نجدد التزامنا بعلي والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين من حيث هو التزام برسول الله الذي اتبعوه، ونحن نلتزم الكلمة النبوية: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به ما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. والالتزام بأهل البيت عليهم السلام الذي هو التزام بالخط الأصيل للإسلام هو التزام، هو مسؤولية كبرى، لأن القضية هي أنك تحب عليا أن تجاهد في الموقع الذي جاهد فيه علي، أن تحب الحسين أن تجاهد في الموقع الذي جاهد فيه الحسين. بعض الناس يقفون في هذه الأيام وفي غيرها ليواسوا الحسين بأي طريقة، يجرحون رؤوسهم بالسيوف ويجرحون ظهورهم بالسياط. ماذا تفعلون؟ نحن نريد أن نواسي الحسين. الحسين جرح فلنجرح رؤوسنا، ونساء الحسين جلدن فلنجلد ظهورنا. هذه ليست مواساة. المواساة أن يجرحك أعداء الله وأنت تجاهدهم كما جرح أعداء الله الحسين وهو يجاهدهم. أن تجلد بالسياط، أن تتظاهر، أن تسجن وأنت تجاهد أعداء الله ويجلدونك في السياط بالسجن لأنك وقفت. هذه المواساة. أن تجرح حيث جرحوا وأن تجلد حيث جلدوا، لا أن تقف بدم بارد لتقول يا حسين وتضرب رأسك ماذا فعلت، ثم تذهب لتختبئ، فإذا جاء جهاد العدو اختبأت ببيتك. بعضنا يضرب رأسه بالسيف حزنا على الحسين ولكنه ليس مستعدا أن يواجه إسرائيل، لأنه يخاف أن تضربه إسرائيل بسيفها. هذا ليس مواساة. للحسين ساحة، ساحة صراع بين الكفر والإيمان وبين الذلة والعزة، فمن دخل هذه الساحة وعانى في كل حركتها كان مع الحسين، ومن ابتعد عن هذه الساحة وصار بعيدا عن ساحة الصراع فليوفر على نفسه أن يقول إنه مع الحسين. هناك أناس كانوا حياديين وقال لهم الحسين لا تسمعوا وعيتنا، وهناك أناس مع علي كانوا يصلون عند علي ويأكلون الطعام عند معاوية ويجلسون على التل عندما تنطلق الحرب ويقولوا الصلاة عند علي أقوم والطعام عند معاوية أدسم والجلوس على التل أسلم، على طريقة ذلك الشاعر: في يدي مصحف وخمر بأخرى بين هذا وذاك فطورا،
أكثر الناس لو تأملت في الناس فهم يحملون دينا وكفرا. هل قضية هي أن نكون في خط أهل البيت فكرا وعملا وجهادا في سبيل الله حتى نلتقي بهم عند الله في تلك المواقع التي كانت عظمتهم أنهم وقفوها، وعلينا أن تكون عظمتنا أننا نقف فيها؟ والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.